أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر، في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب تتعرف على مفهوم التفخيم والترقيق، أيضا تبين معاني المفردات والتركيب الواردة في الدرس. التفخيم والتركيب عزيزي الطالب هما أحد أحكام علم التجويد في القرآن الكريم. التفخيم عزيزي الطالب هي حروف خص ضغط قد، وتسمى أيضا حروف الاستعلاء، وتفخم هذه الحروف في جميع الأحوال والمواضع. أقوى حروف التفخيم أو الاستعلاء هو الطاء، الضاد، الصاد، ثم الظاء، ثم القاف، ثم الغين، ثم الخاء. قسم علماء التجويد مراتب التفخيم إلى 5 مراتب: أعلاها المفتوح وبعدها ألف، المفتوح وليس بعدها ألف، المضموم، الساكن، والمكسور. أما حروف الترقيق عزيزي الطالب باقي أحرف اللغة العربية، وتسمى حروفه بحروف الاستفال، وترقق هذه الحروف في جميع الأحوال والمواضع باستثناء الراء والألف واللام، فإنها تفخم في بعض الحالات. الحروف التي تقبل التفخيم والترقيق هي الألف واللام والراء، والأصل فيها الترقيق إلا أنها تفخم في بعض الحالات. حالات الألف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل هي حرف تابع لما قبلها، فإن وقعت بعد حرف مفخم فخمت مثل قال وطال، وإن وقعت بعد حرف مرقق رققت مثل كان وجاء. حالات اللام إذا وقعت بعد فتح مثل تالله، وإذا وقعت بعد ضم مثل يعلم الله. في حال ابتداء بلفظ الجلالة فإن اللام تفخم مع مراعاة ترقيق الهمزة ابتداء. وحالات ترقيق اللام في لفظ الجلالة إذا وقعت بعد كسر مثل بسم الله. حالات الراء عندما تكون مفتوحة أو مضمومة، عندما تكون ساكنة وقبلها فتح أو ضم، أو أن تكون الراء ساكنة وما قبلها كسر أصلي وبعدها حرف مفخم عندما تقع بعد كسر عارض. التبرع بالأعضاء. حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حياة الإنسان والعمل على إنقاذها من الهلاك، ومن ذلك جواز التبرع بالأعضاء ضمن ضوابط. الأعضاء والأجهزة التي يمكن التبرع بها عزيزي الطالب هي الدم، القرنية، الرئة، القلب، الكلى، نخاع العظم، والكبد. حث الإسلام على التداوي حفظ حياة الإنسان، وزراعة الأعضاء تدخل في التداوي. مفهوم التبرع بالأعضاء أن يهب الإنسان في حياته أو بعد وفاته عضواً أو أكثر من أعضاء جسمه لإنسان آخر. يجوز للإنسان أن يتبرع بأعضائه في حياته، إذ لم يترتب على ذلك ضرر عليه، مثل التبرع بالدم أو الكلية، لأن التبرع بهما لا يشكل خطراً على حياة الإنسان. أما الأعضاء التي يتضرر المتبرع بها حالة حياته كالقلب والرئة، فيجوز له أن يوصي بالتبرع بها بعد وفاته. شروط التبرع بالأعضاء: ألا يوجد علاج آخر يقوم مقام عملية التبرع، الوصية بالتبرع في أثناء الحياة. أما إذا مات الشخص من دون أن يوصي فيجوز لوليه كالأب مثلاً أن يأذن بذلك. ألا يؤدي التبرع إلى إلحاق ضرراً بالشخص المتبرع إن كان حياً أكبر من الضرر المراد رفعه. كمال الأهلية للمتبرع عزيز الطالب الذي أوصى بالتبرع بالأعضاء بعد وفاته أن يتراجع عن وصيته متى يشاء. بدأت الدراسات والمحاولات لزراعة الأعضاء في عام 1937، وقد أجريت أول عملية ناجحة لزراعة القرنية، وأجريت كما أيضا أول عمليات زراعة كلية في الأردن. إذن بعد ذلك عزيز الطالب عليك أن تبين مفهوم التبرع بالأعضاء البشرية، ما هي شروط التبرع بالأعضاء وأهمية التبرع بالأعضاء، وأيضا هل الحكم الشرعي في أن تبرعت أم بقلبها في حال حياتها لابنها على أن تجري العملية حالا، هل الحالة هنا يجوز أو لا يجوز مع ذكر التعليل، وأيضا تبرع أب بقرنية ابنه المتوفي لشخص آخر. إذن عزيزي الطالب التبرع بالأعضاء هي أن يهب الإنسان في حياته أو بعد وفاته عضوا أو أكثر من أعضاء جسمه لإنسان آخر. والأعضاء كما قلنا هي الدم، القرنية، الرئة، والقلب، والكلى، ونخاع العظم، والكبد. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.